ولذلك لما انه صار الحرص على الاجازه في المرويات كذا الى وقتنا القريب هذا صار دخل في الاسانيد من لا يعرف او من لا يوثق به لكونه من اهل البدع، عوض الله عز وجل عن ذلك بالتحقيق، تحقيق المخطوطات، انه يجمع لاصل الكتاب عده مخطوطات عده نسخ ويوثق الكتاب من مجموع المخطوطات ويقارن بينها، صار تحقيق المخطوطات ينوب عن السند، لأن المقصود أمران: الأول تحقيق ثبوت الكتاب عن صاحبه، يعني هذا هو كتاب هنا، كتاب البخاري، كتاب مسلم، هذا الذي يراد، التحقيق قام مقام هذا، لما قورن بعدة نسخ مكتوبة في زمن مؤلف أو بعده أو كذا يصير توثق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه. والشيء الثاني أنه الشيخ أجاز الكتاب بحيث أنه قرئ عليه وهو يسمع فأجازه أو استدرك عليه أو غير ذلك. نعم. وكان أبو وأنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن رحمة الله عليه يهون من شأن الإجازات المعاصرة لسببين: أول شيء أنه طول الإسناد، أنه طال الإسناد صار فيه 13 15 رجال، والثاني أنه دخل الإسناد من لا يعرف أو من هو من أهل البدع، ترويه عن هندي خرافي ايش الفائده؟ وبعدين يرى الشيخ انه لما وجدت التحقيق المخطوطات انه اغنى عن ذلك. نعم. صلى الله عليه. لكن كونه يحصل الانسان اجازه طيبه عن سند موثوق كل رجاله من اهل السنه ومن السلفيين هذا طيب، لان فيه بركه، وبعدين قد يحتاج اليه في المستقبل، الله المستعان، ما تدري. نعم.